للنادي الاهلي، خليني اتواصل مع زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان يطمننا بشكل اكبر على الفريق قبل ساعات من مباراه اليوم. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امين، اهلا بيك طبعا وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكالعاده كل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على اخر الاستعدادات قبل مباراه اليوم. خلاص يمكن نقدر نقول ان الاستعدادات انتهت فنيا، وبالنسبه طبعا للمستر ريني فايلر اللي كان الايام الماضيه تحديدا يعني محاضرات الفيديو كانت مستمره بشكل كبير، وكان في بعض الجمل التكتيكيه اللي اوقف المران الاخير فيها. انت عارف امين المران كان مغلق، لكن من خلال معلوماتنا كان في يعني بيحاول ان هو يطبق فكر جديد في هذه المباراه، نظرا طبعا لقوه نادي بيراميدز. ويمكن الجيم مفتوح، يعني نقدر نقول صفحه النادي الاهلي بالنسبه لبيراميدز بقريه، والعكس صحيح بالنسبه لي التكتيك التشكيلات حتى التغيير كمان بالنسبه لي الفرقين. فمحتاج ان يكون في شغل فني كبير جدا، وده اللي قدر مستر ريني بايلر يشتغل عليه خلال الايام الماضيه. النهارده امير احنا كالعاده طبعا صباح اليوم في فندق الاقامه القريب طبعا كالعاده من الساعه 30 يونيو اللي هيكون عليها هذه المباراه. الحاله طبعا يعني بناكد عليها في كل مره، الكل مركز، الكل عايز يستمر في سلسله الانتصارات والاداء المميز في بطوله الدوري العام. يعني 12 فوز 36 نقطه، ده اكيد بيحمل عبء كبير جدا على الجهاز الفني واللاعبين ان هم يستمروا على الاداء المميز اللي هم بيحققوه. ايضا كمان يكون نظافه الشباك بالنسبه لحراسه المرمى ده امر مهم جدا. لكن النهارده المباراه تكون يعني التكتيك هيكون على اعلى مستوى بالنسبه للفريقين، سواء المدير الفني هنا او المدير الفني هنا، لكن هي اللي هتحسم المباراه امير، هي العزيمه والاصرار وقوه لعيبه النادي الاهلي، والهدف الوحيد والاوحد الفوز والاستمرار في الاداء الرائع اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. دلوقتي عايز اطمنك عليهم سريعا امير بالنسبه طبعا للقائمه اللي ضمت 22 لاعب، اجاييه وياسر ابراهيم عايز اكد عليهم بالتحديد جاهزين ان شاء الله لهذه المباراه. احمد فتحي كمان انضم لي الثلاثي، طمنا النهارده وطمنا امس بالنسبه للتدريب الاخير على حاله احمد فتحي، الكدمه الاخيره والالام اللي كانت في الكاحل، جاهز فنيا ان شاء الله يكون متواجد. اجاييه نزله البرد خلاص انتهت بالنسبه له، يعني مع الجهد الكبير اللي بذل من الجهاز الطبي الدكتور خالد محمود، ان شاء الله باذن الله ياسر ابراهيم يعني لو ليه دور النهارده بالنسبه للمباراه، وخلاص يعني نقدر نقول هيربط دماغه كده بلغه الكوره باذن الله يكون جاهز. الثلاثي دول انا كنت باكد عليهم، كنا بنتمنى طبعا يكون نجمنا الكبير واحد من نجوم النادي الاهلي رمضان صبحي متواجد، لكن ان شاء الله الكل يكون في الميعاد، لعيبتنا تكون النهارده مركزه من اول دقيقه، وربنا كده ان شاء الله امير ودعواتك اكيد ودعوات كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. كريم بخلاف مباراه اليوم، وطبعا اللاعبين اكيد مركزين في هذه المباراه، لكن هل في امامك اي ردود افعال عن نتائج قرعه الامس؟ لا يعني نقدر نقول امير الصوره دلوقتي كلها مصابه في اكيد طبعا يعني بيشغل اكيد جزء كبير جدا من اللاعبين، انت عارف كل اللعيبه طبعا مع المباراه الاخيره مباراه سان داونز. لكن الميزه والامر اللي اكيد بنحيي عليه الكابتن سعد عبد الحفيظ تحديدا والجهاز ان بيجي الفصل الكبير والفصل الثاني سواء البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، معنويات بتكون مختلفه، بيجددوا على طول بشكل كبير الجهاز الفني المعنويات للعيبه، ولعبتنا فيها لعيبه خبرات كثيره كباتن فرقه كبار، يعني شناوي اكرامي وليد سليمان احمد فتحي، يعني مش عايزين ننسى حد، بيحاولوا بشكل كبير ان هم يتكلموا مع كل اللعيبه، وده اللي كان باين الاحاديث كلها بالنسبه لعيبه النادي الاهلي هي في المباراه، لان انت عارف ثلاث مباريات قبل كده النادي الاهلي واجه فيهم بيراميدز، مش هنتكلم عليهم على قد ما نتكلم النهارده ان لابد يكون في نقطه من اول السطر، والنادي الاهلي يبدا يخوض بمشواره الكبير للحفاظ على لقب بطوله الدوري العام بالاستمرار والفوز برقم 13 و14 و15، ويا رب تكون بطوله الدوري كلها فوز للنادي الاهلي ويقدر يحقق رقم قياسي كعاده النادي الاهلي في التحقيق وضرب الارقام القياسيه. باذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهاتف، وبخصوص اخر استعدادات، مش استعدادات خلاص بقى، اللحظات الاخيره قبل مباراه اليوم، وكلنا مترقبين هذه المباراه.